نسعاله ان احنا نتكلم ما قلنا باول بطوله يا مصر. الحمد لله وصلنا اللي احنا عايزينه، ادينا الشوط الاولاني مجهود عالي، كنا مستحوذين على الكوره. الشوط الثاني يمكن قلنا شويه بسبب المجهود احنا عملناه الشوط الاولاني، ربنا اراد الحمد لله. في ضربات الجزاء ضيعنا ضربتين بس الحمد لله بفضل الله رجعنا تاني وادينا، وربنا كلم مجهودنا بالبطوله الحمد لله. اي حد طبعا خلاص بالنسبه للماتش خلاص راح، الحمد لله ربنا كبير، ادينا وعملنا اللي علينا. حد الضربه الاخيره ربنا ادانا البطوله الحمد لله. والدتي ولابويا ومراتي الحمد لله.